تطورات لافتة على صعيد الحرب بين حزب الله وإسرائيل اليوم، غارات وصواريخ وإطلاق مسيرات. في العاصمة اللبنانية بيروت قتل شخصان في غارة استهدفت سيارة في مدينة جونيا شمال بيروت. المسيرة الإسرائيلية سقطت بالقرب من سيارة كان يستقلها رجل وامرأة على أوتوستراد جونيا، إلا أنها لم تصبهما لينزلا من السيارة ويتوجهان إلى جانب الطريق، حيث عاجلهما صاروخ وأصابهما بشكل مباشر ما أدى لمقتلهما حسب ما أوردت وزارة الصحة اللبنانية. نزل صواريخ تحت شغلنا، عم بيضربوا على هالسيارة. زلمة ومرته نزلوا هربوا بالحرش. لك صواريخ على الطريق، لحقلها السيارة عم تضربها. لك لك قتلوا الزلمه، رجعوا صمتوا صاروخ ومرته بالحرش. يا حد الا بيدور، حد الا بيدور بغزير. على الجانب الآخر، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مسيرة أطلقت من لبنان استهدفت مقر إقامة بنيامين نتنياهو في قيصرية. أورد مكتب نتنياهو في بيان أنه وزوجته لم يكونا بالمنزل وقت وقوعها، مضيفا أن الحادث لم يقع أي ضحايا. صباح يوم السبت والذي صادف أنه عيد العرش، مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله تسقط قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منطقة قيصرية جنوب حيفا. قال مصدر بمكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء وزوجته كانا خارج المنزل لحظة سقوط المسيرة. لكن ماذا في تفاصيل ما حصل؟ كانت الساعة تقارب 7:20 من صباح السبت. راحت صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي ثم الكريات في حيفا ليتبين وجود 3 مسيرات أطلقت من حزب الله. وبينما نجح الجيش الإسرائيلي في إسقاط مسيرتين، أكملت الثالثة طريقها، وقد وثقت بعض المشاهد كيف كانت تلاحقها مروحية الجيش. وإذا بصوت انفجار ضخم يسمع في قيصرية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بحسب بيان الجيش الإسرائيلي. قد ذكرت تلك الحادثة بما أعلنه الإعلام الإسرائيلي في أغسطس الماضي، ذكرت عن تصوير حزب الله لمنزل نتنياهو في قيصرية عبر إحدى مسيراته. أظهرت مشاهد متداولة لمسيرة أطلقت من لبنان اجتازت مروحية عسكرية إسرائيلية أباتشي فوق خليج حيفا ماضية إلى هدفها بكل راحة.